بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بسماحة العلامة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. باسمكم جميعا أيها السادة، نرحب بسماحة الوالد ونشكر له تفضله بتلبية الدعوة في إجابة الإخوة والأخوات. أهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. هذا السائل يقول: أرجو أن تقفوا مع بداية سورة الإسراء في قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الإسراء هو السير في الليل، هو السير في الليل، وهذا معروف عند الناس، ولكن كونه في هذه المسافة الطويلة في ليلة واحدة هذا هو العجب، وهو من المعجزات التي لا تكون إلا لنبي. أسرى بعبده يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وصفه الله بالعبودية في هذا المقام وفي مقام التنزيل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، تشريفا له عليه الصلاة والسلام. فقوله أسرى بعبده أي بمحمد صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هذا مسيرة شهر للراحلة في ليلة واحدة، وذلك بأن أتاه جبريل عليه الصلاة والسلام ومعه دابة تسمى البراق، منتهى خطها منتهى بصرها، فأركبه عليها ثم مشى به إلى المسجد الأقصى في فلسطين، ومن هناك صلى بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام في المسجد الأقصى، ثم عرج به أي صعد به إلى السماء، صعد به إلى السماء إلى سدرة المنتهى، انتهى عندها فصار في مكان يسمع فيه صريف الأقلام، أقلام الملائكة التي تكتب ما قدره الله سبحانه وتعالى. فأوحى إليه سبحانه وتعالى ما أوحى من كلامه سبحانه وتعالى في هذا المكان العظيم،
تشريفا له عليه الصلاة والسلام ومعجزة له، لأن هذا من خوارق العادات. خارق العادة إذا جرى على يد نبي فإنه معجزة، وإن جرى على يد ولي من أولياء الله فهو كرامة، وإن جرى على يد شيطان أو ولي للشيطان فإنه إهانة، إهانة له، وهو من خوارق الشيطان. نعم، بارك الله فيكم. هذا أحد الإخوة أرسل بسؤال لسماحتكم، يقول: شيخ، ما مدى صحة مقولة أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق مطلقا؟ نعم، هو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، فضله الله على سائر الخلق، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فهو أشرف الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا يسأل الشيخ عن التوبة وعن شروطها، ويقول: أرجو أن تبين الشيخ صالح صحة قبول التوبة من مريض لا يرجى برؤه. التوبة الرجوع إلى الله عز وجل، الرجوع من المعصية إلى الطاعة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ويشترط لها ثلاثة شروط حتى يتقبلها الله سبحانه وتعالى. الشرط الأول الإقلاع عن الذنب، أي ترك الذنب والابتعاد عنه. الشرط الثاني العزم ألا يعود إليه. الشرط الثاني العزم ألا يعود إليه. الشرط الثالث الندم على ما حصل منه. فإذا توافرت هذه الشروط صحت التوبة وتقبلها الله سبحانه وتعالى. نعم، بارك الله فيكم. أحد الإخوة يسأل يقول: هل هذا حديث إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرة، وما مدى صحة ذلك؟ نعم، هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: إن في الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرة. والبيان هو الأسلوب، أسلوب الكلام الذي يكون فيه ندرة، ويكون فيه ويكون راقيا على أساليب الناس المعتادة. والشعر فيه حكمة، فيه حكمة، يأتي على ألسنة الشعراء حكم في شعرهم، ولهذا قال: إن في الشعر لحكمة وإن من البيان يعني البلاغة لسحرا، سحرا معنويا، بمعنى أنها تصرف الاستماع إليها ويعجب المستمع لها. نعم، بارك الله فيكم. نذكر السادة الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج لمن أراد إرسال الرسائل النصية للبرنامج، وتليفون البرنامج سيظهر على الشاشة قريبا لمن أراد إرسال الرسائل. كما نذكر الإخوة والأخوات أن تكون الأسئلة واضحة ومختصرة كي نتمكن من عرض مجموعة من الأسئلة على سماحة الشيخ. نظرا لأن البعض من الإخوة يرسل الرسائل الطويلة لا نستطيع أن نقرأها في الحلقات في برنامج فتاوى. فضيلة الشيخ، الأخت السائلة أم مرام تقول: والدتي
لم تصم العام الماضي والذي قبله، وذلك لمرض أصابها لازمت السرير، وسيدخل عليها هذا العام رمضان الآخر وهي لم تصم، وهي أيضا تقول في العناية ولا تدري عن نفسها، هل نصوم عنها نحن الأولاد والبنات؟ لا، ما دامت بهذه الحالة أنها لا ليس عندها شعور وليس عندها معرفة بقدوم الشهر فليس عليها صيام، ليس عليها صيام إلا إن شفاها الله فيما بعد فإنها تقضي ما أفطرته. نعم. لها سؤال ثاني عن الأعذار المبيحة للفطر يا شيخ في رمضان. الأعذار المبيحة للفطر السفر، السفر الذي يبلغ 80 كيلو، يبلغ مرحلتين، فهذا يفطر وإن كنتم مرضى أو على سفر، فيفطر في سفره ويفطر ويصوم قضاء من أيام أخر إذا استراح من سفره وانتهى سفره، فإنه يصومه قضاء. نعم. الأخ أبو عادل له مجموعة من الأسئلة عن الوضوء شيخ صالح، يقول في السؤال الأول: ما معنى إسباغ الوضوء على المكاره؟ إسباغ الوضوء يعني إتمامه على الأعضاء بحيث لا يبقى شيء من العضو من أعضاء الوضوء لم يجري عليه الماء، هذا هو إسباغ، إتمامه على الأعضاء، على أعضاء الوضوء. وإسباغه على المكاره يعني في وقت البرد، لأن الذي يتوضأ في وقت البرد يجد مشقة من برودة الماء، فإذا أسبغ وضوءه وأتمه فإنه يعظم أجره عند ذلك لتحمله المشقة طاعة لله سبحانه وتعالى. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل يا شيخ: إذا خرج الإنسان متوضي وله حاجة يريد قضاءها قبل الصلاة فهل يحصل له الثواب؟ نعم إن شاء الله، ما دام أنه خرج للصلاة ولكن عرضت له حاجة يقضيها قبل إقامة الصلاة فلا بأس بذلك. نعم. إذا ذهب يا شيخ على السيارة والمسجد بعيد هل يحصل له الثواب للقادم إلى المسجد؟ نعم، يكتب له بكل خطوة حسنة وتكفر عنه سيئة. نعم. يقول يا شيخ: ما الفرق بين السكينة والوقار؟ السكينة قطع الحركة والهدوء، والوقار هو إظهار الخشوع والطاعة لله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل أبو عبد الله يقول: أرجو من سماحة والدنا أن يوجه كلمة لأولئك العمال وبعض الأشخاص الذين يأتون إلى المساجد بثيابهم رثة وفيها شيء من الزيوت، والآية تقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. نعم، هؤلاء يجعلون لهم ثيابا يصلون بها، يلبسونها عند الصلاة إذا تمكنوا من ذلك، وإذا لم يتمكنوا فيصلون في ثيابهم، ولكنهم يكونون في جانب من المسجد ولا يضايقون المصلين. نعم. بارك الله فيكم. بعض الناس يا شيخ وهو قادم للصلاة يتنحنح إذا دخل والإمام راكع حتى ينتظره الإمام، هل الإمام له أن يستجيب لهذا الداخل؟ هذا يتنافى مع السكينة،
كونه يتنحنح ويظهر جلبه، وهذا يتنافى مع السكينة المطلوبة في المشي إلى الصلاة، ولكن يمشي بسكينة ووقار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدرك مع الإمام يصلي وما فاته يقضي. الحمد لله. نعم. قول الفقهاء يا شيخ ما معناه عندما قالوا وله انتظار داخل ما لم يشق على المأمومين؟ نعم، للإمام أن ينتظر الداخل من المسجد إذا ركع ودخل أحد يريد الصلاة، فإن الإمام ينتظره ولا يرفع رأسه من الركوع حتى يدرك الركعة. ما لم يشق على المأمومين فمراعاة الذين معه أولى من مراعاة الداخل، فلا يشق عليهم. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: بالنسبة للنية هل لابد لها في جميع العبادات؟ نعم، لا تصح كل العبادات، لا تصح إلا بالنية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالعبادات لا تصح إلا بنية. نعم. الشيخ هذا يسأل عن أفضل كتب الأحاديث الذي أقرأ بها جزاكم الله خيرا. أقرب شيء لك بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وكذلك الأربعون النووية، 40 حديثا تقرأها أيضا، وتقرأ في رياض الصالحين إذا صار عندك وقت، تقرأ أيضا في رياض الصالحين. نعم. أبو علي يا شيخ أرسل بمجموعة من الأسئلة لسماحتكم، يبدأها بهذا السؤال، يقول: ذكر بعض المحدثين عبارة وأسألك بحق السائلين، نرجو التعليق على هذا والإفادة. يقول يعني: أتوسل إليك، توسل إليك بحق السائلين، وحق السائلين لله والداعين لله هو الإجابة، هو إجابته، إجابة دعائهم. فالله جل وعلا يقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ويقول: ادعوني، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فعلينا الدعاء ومن الله جل وعلا الإجابة. نعم. له فقرة أخرى يا شيخ، يقول: يخفى على كثير من الناس يا فضيلة الشيخ التوسل بالنبي والتوسل بالصالحين، نرجو من سماحة والدنا أن يبين لنا التوسل الصحيح والجائز. التوسل بالأشخاص لا يجوز، لا بالنبي ولا بغيره، وإنما التوسل بالأعمال الصالحة، يتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، هذا من التوسل بالأعمال الصالحة. أما التوسل بالأشخاص فلا يجوز، لأن هذا وسيلة إلى الشرك والغلو في الأشخاص. نعم. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، يسأل الأخ أبو ناصر عن تحية المسجد، هل تؤدى في كل وقت أم في أوقات معينة ووقت نهي؟ هذا هو ظاهر الحديث: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، تحية المسجد يعني، وهذا عام في كل الأوقات. نعم. له الفقرة الثانية، يقول حديث أرجو أن تبينوه، وهو: بين كل أذانين صلاة، ومتى؟ بين كل أذانين يعني الأذان والإقامة، لأن الإقامة أذان، فبين كل أذانين يعني بين الأذان وبين الإقامة، هذا وقت فاضل خصوصا لمن هو ينتظر الصلاة فيدعو الله عز وجل. نعم. أخيرا يقول يا شيخ، ما معنى صلاة الملائكة على منتظر الصلاة؟ الاستغفار،
الملائكة تصلي عليه يعني تستغفر له. نعم. بارك الله فيكم. يقول أدخل عادة المسجد وأنا في تحية المسجد فتقام الصلاة، ما ضابط يا شيخ قطعي لتحية المسجد؟ إن كنت في آخرها فأكملها، وإن كنت في أولها وتخشى أن تفوتك الركعة فاقطعها. نعم. له هذا السؤال يا شيخ عن الأمور المترتبة على حصول دعاء الملائكة لمنتظر الصلاة والاستغفار له. استغفار الملائكة مستجاب، فإذا استغفر الملائكة له فإن استغفارهم له مستجاب. نعم. حديث الشيخ إن الله وملائكته يصلون على من على ميامن الصفوف. نعم، يصلون على يعني يثنون عليها، هذا فيه دليل على فضل ميمنة الصف، أن يكون عن يمين الإمام هذا أفضل من أن يكون عن يساره. نعم. بارك الله فيكم. الأخت السائلة أم نورة تقول لي أخت الحقيقة حريصة على أداء صلواتها، ولكننا نعاني منها يا شيخ عند الوضوء، فتتوضأ وتقول أحدثت ويبدو أن عندها وسواس قهري، ماذا نعمل بها من خلال الكتاب والسنة ومن خلال توجيه سماحة الشيخ صالح؟ أمروها بالطهارة وأعينوها وعلى حسب حالها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، طهارتها صحيحة إن شاء الله. نعم. عن تسوية الصفوف يا فضيلة الشيخ، يتساهل بعض الناس في قضية الصف، فهناك المتقدم وهناك المتأخر، ما واجب إمام المسجد عند الإقامة لتسوية الصفوف؟ واجبه أن يلتفت إلى الصفوف التي خلفه ويأمرهم بالاعتدال ومحاذاة المناكب والأكحب، محاذاة المناكب والأكحب، هذا به يحصل اعتدال الصف، ويحرصون على هذا، ولا يكبر الإمام إلا وقد غلب على ظنه أنهم عدلوا الصفوف. نعم. يقول بعض الأئمة يا شيخ عند إقامة الصلاة صلوا صلاة مودع، هل هذه العبارة صحيحة؟ وماذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هذا ورد عن الرسول أنه قال صلي صلاة مودع، فالمسلم يستحضر الأجل ويستحضر الموت في كل لحظة وفي كل حالة، فيسأل الله حسن الخاتمة والوفاة على الإسلام. نعم. أيضا له فقرة حول الإقامة يا شيخ، بعض الأئمة استووا تراصوا لا تسابق الإمام، أغلق الجوالات، هذا طيب، هذا طيب، إرشاد طيب للمأمومين. نعم. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول بالنسبة لختم القرآن، إذا كان الإنسان يختم بالشهر مرة على مدار السنة، هل هذا كافي؟ وما معنى تعاهد القرآن؟ نعم، القرآن ينبغي للمسلم أن يتعاهده بالتلاوة، وأن يكثر من تلاوته وختمه، وأبعد ما يكون في كل شهر، قد يكون في كل 10 أيام، قد يكون في كل 7 أيام، وقد يكون في ثلاثة أيام، قد يكون في ليلة كما فعل عثمان رضي الله عنه، كان يختم القرآن في ليلة، بل في ركعة واحدة رضي الله عنه. نعم. يقول السائل أبو عادل شيخ صالح، يتقدم بعض الصبيان قرب الإمام ويأتي كبار السن ليطردوهم، وهذا قد يؤثر في سلوكهم. لا يجوز طردهم، هم أحق بما سبقوا إليه، ولا يجوز طردهم عن مكان سبقوا إليه.
نعم. التفريق بين الأطفال يا شيخ إذا كانوا في الصف الأول، إذا كانوا يعبثون فيفرق بينهم بحيث يكون بينهم إنسان أكبر منهم. نعم. الأخ السائل يا شيخ يسأل عن الضابط والعذر في العذر من القيام للصلاة، صلي على كرسي. إذا العذر أن لا يقدر على القيام، أن لا يقدر على القيام أو يصيبه دوخ في رأسه أو ما أشبه ذلك. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول أرجو من سماحة الشيخ أن يبين لي عن صيامي في السفر، فأنا كثير الأسفار وأخذ بالرخصة، وخصوصا إذا سافرت للعلاج أو للعمل فأفطر هناك، وإذا قدمت إلى الرياض أصوم عن تلك الأيام. لا بأس بذلك، المسافر له أن يفطر، مسافر له أن يفطر، ولكن إذا أراد أن يقيم في بلد أثناء سفره مدة تزيد على 4 أيام فإن السفر ينقطع بها، فيصوم ويصلي ويتم الصلاة، يصوم ويتم الصلاة، لأن السفر انقطع بهذه الإقامة التي يعرف أنها تزيد على 4 أيام. نعم. شيخ صالح يقول من السنة رفع اليدين إلى حذو المنكبين، لكن نلاحظ البعض يحرك يديه تحريكا يسيرا، هل تعتبر هذا مطابق للسنة؟ لا بأس بذلك، والحركة اليسيرة لا تضر. نعم. أريد الضابط يا شيخ في السترة، وهل السترة خاصة بالرجل أو بالمرأة؟ السترة عامة للمصلي سواء كان رجلا أو امرأة، وهو أن يكون أمامه شيء مرتفع بقدر مؤخرة الرحل. نعم. يقول في حديث نهى الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كانوا يصلون خلف إمام فإن سترة الإمام سترة لمن خلفه. نعم. حديث يا شيخ نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل متخصرا، يعني يضع يده على خاصرته، لأن هذا فعل اليهود، تشبه باليهود. نعم. تقول الأخت أرجو من سماحة الشيخ في هذا البرنامج وقد استفدنا منه كثيرا أن يبين لنا الأسلوب الأمثل في تربية الأولاد، وخصوصا هل يشارك الوالد هؤلاء الأطفال الزوجة والأم في تربيتهم، أم يقول إن الزوجة هي التي تقوم بالتربية والملاحظة وفي الدراسة وغيرها؟ يتعاون الأبوان، الأب والأم، على تربية أبنائهم، فإذا بلغوا 7 سنين سن التمييز فإنهم يؤمرون بالصلاة، مروا أولادكم بالصلاة 7، واضربوهم عليها 10، وفرقوا بينهم في المضاجع، فيتعاون الأب والأم على تربية أولادهم على الدين وعلى معرفة ربهم ومعرفة نبيهم ومعرفة دينهم. نعم. بارك الله فيكم. وردنا هذا السؤال الشيخ صالح، يقول الأخ بأنني في الصلاة أستفتح باستفتاح واحد طول سنواتي الماضية، هل هناك استفتاحات معينة في الصلاة؟ نعم، وردت استفتاحات متعددة في الصلاة، وقد جمعها شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة من رسائله، وأكملها أو أيسرها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أما في قيام الليل كان صلى الله عليه وسلم يستفتح بهذا الاستفتاح
اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني إلى الحق، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نعم، بارك الله فيكم. الأخ أبو سالم له سؤالان عن آيتين كريمتين. في الآية الأولى في قوله تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. نعم، هذا تكفل الله بأرزاق هذه المخلوقات من الآدميين والبهائم وغيرهم، كل رزقه على الله، ييسر الله له الرزق أينما كان، فالله تكفل بذلك سبحانه وتعالى. وكأي من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم، وهو السميع العليم. نعم. الآية الثانية في قوله تبارك وتعالى: وقوموا لله قانتين. قوموا لله قانتين يعني تسكتون عن الكلام في الصلاة، لأنهم كانوا في الأول يكلموا الرجل من بجانبه وهم يصلون، حتى نزلت هذه الآية: وقوموا لله قانتين. قال الراوي: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. نعم. الأخ أبو سالم يقول: الشيخ، إمام المسجد عندنا لا يعطينا فرصة لقراءة الفاتحة بعد قراءته، ويقول بأنني لا أستطيع أن أقرأ الفاتحة لأنه يشوش علي. نعم، إذا شرع الإمام في القراءة، القراءة الجهرية، القراءة الجهرية، فاسكت. قال جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فلا تقرأ والإمام يقرأ، بل أنصت، هذا في الصلاة الجهرية. نعم. يقول: الاقتصار على قراءة سورة الإنسان في صلاة الفجر يوم الجمعة هل يعتبر مطابق للسنة يا شيخ؟ لا، هذا بعض السنة، السنة أن يقرأ في الأولى سورة الجمعة، وفي الثانية أن يقرأ في الثانية أن يقرأ في الأولى سورة الجمعة، وفي الثانية سورة الإنسان. نعم، بارك الله فيك شيخ صالح. المواضع التي يرفع فيها المصلي يديه مع التكبير ما هي؟ مع تكبيرة الإحرام، ومع تكبيرة الركوع، والقيام من الركوع، أربعة مواضع: القيام من الركوع، والقيام من التشهد الأول، أربعة مواضع يرفع يديه مع التكبير. نعم. فقرته الثانية يا شيخ يقول عن الركوع المجزئ. الركوع المجزي أن تصل يداه إلى ركبتيه، إذا وصلت يداه إلى ركبتيه فهذا تمام الركوع. نعم. حديث يا شيخ: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. نعم، الحديث واضح، القضاء لا يرد، ما إذا قضى الله أمرا فلا بد من وقوعه، ولكن يسأل الله أن يلطف به ويسهله عليه. نعم. شكر الله لكم سماحة الشيخ صالح الفوزان، وفي برنامجنا وفي نهايته دائما نذكر بالجهود المباركة لجنودنا البواسل في الداخل وعلى الحدود الذين يحمون هذه البلاد المباركة، ندعو لهم دائما بالتوفيق والسداد، وهم مأجورون على صنيعهم واحتسابهم الأجر. شكر الله لسماحة والدنا الشيخ صالح الفوزان على تفضله بإجابة الإخوة والأخوات في هذا البرنامج، كما أشكر الزملاء من الإعداد وفي الإدارة الدينية، وكذلك المصورين والمعدين والمخرجين. سلطان العتيبي مخرج هذه الحلقة يتمنى لكم أوقاتا طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل. أما أنا فأقول لكم: استمروا في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.